السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبطال الصف الثالث الابتدائي مع درس اليوم ومراجعة على الوحدة السابعة وأهم ما فيها من كلمات وقواعد. يونت 7 اسمها The City. The City يعني المدينة. طيب نبدأ الكلمات. أول كلمة ماسك. ماسك ماسك معناها مسجد. يا ريت تكرر ورايا. ماسك. هوسبيتال. هوسبيتال هوسبيتال معناها مستشفى. ميوزيوم. ميوزيوم ميوزيوم معناها متحف. كافيه. كافيه المقهى. توي ستور. توي ستور توي ستور معناها محل لعب أو متجر لعب. دراج ستور. دراج ستور دراج ستور معناها صيدلية. تمام. طبعا كلمة صيدلية لها اسم تاني اللي هو في الصورة ده اسمها فارماسي. فارماسي برضو معناها صيدلية، لكن اللي عندكم في الدرس اسمها دراج ستور. طيب الكلمة اللي بعدها شو ستور. شو ستور شو ستور معناها متجر الأحذية. بوك ستور. بوك ستور بوك ستور معناها متجر الكتب أو المكتبة. الكلمة اللي بعدها بيكري. بيكري بيكري معناها مخبز. طبعا كلمة بيك لوحدها لحد حرف الإي معناها يخبز، لو زودت لها حرف الآر تبقى بيكر معناها خباز، زودت لها حرف الواي كلها تبقى المخبز. يبقى كده عندك الفيرب بيك يخبز لحد حرف الإي، زودت الآر تبقى بيكر خباز، زودت حرف الواي تبقى بيكري معناها المخبز. قاعدة اليوم بتتكلم على الverb to be. الverb to be يعني فعل يكون، اللي هو be ده معناه يكون. طيب الverb to be ينقسم إلى two parts، جزئين. طيب إيه هو الجزء الأولاني؟ الجزء الأولاني اسمه past اللي هو الماضي، والجزء الثاني present معناه المضارع. طبعا المضارع ما هنتكلم عليه اليوم، هنتكلم على الباست. الباست اللي هو الماضي. الماضي ينقسم الى قسمين، اول قسم او الكلمة الاولى اسمها was. اسمها ايه؟ was. اسمها ايه؟ was. الكلمة الثانية were. الكلمة الثانية were. طيب ال was وال were كل واحدة يأتي قبلها العديد من الضمائر. طبعا هنا عندنا 7 ضمائر، في قسم منهم مفرد وقسم منهم جمع. تمام. طيب الواز يأتي قبلها I، نقول I was. I was. He was. She was. It was. أي اسم مفرد مثل علي. علي was. يبقى نقول تاني I وهي وشي وات واي اسم مفرد زي علي. طبعا الاي معناها انا مفرد، هي يعني هو مفرد، شي هي برضو مفرد، ات يعني هو او هي لغير العاقل، اي حاجة ما فيها عقل. والاسم المفرد زي ما قلنا كل دول يأتوا قبل الواز علشان مفرد. طيب الور. الوير يأتي قبلها الضمائر الجمع مثل we were. علي and أحمد were اسم جمع اهو. you were. they were. نقول تاني we you they
علي اند احمد، علي اند احمد مجرد مثال لاسم الجمع، انت ممكن تغير اي اسمين تانيين او اي كلمة جمع. طيب الوي معناه نحن، يو انت او انت او انتم، they معناها هم، كل دول يأتوا قبل الكلمة were. واحد يقول لي طيب يا أستاذ أنت كنت بتقول ال be معناها يكون، طيب إيش معنى ال was وال were؟ أقول لك معناهم واحد، معناهم كان، معناهم إيه؟ كان. ال was معناها كان، ال were معناها كان. طيب examples، examples أمثلة. Number one، I was at the mosque on Friday. أنا كنت في المسجد يوم الجمعة. أدي ال was. ليه اخترنا was؟ عشان قبلها الضمير مفرد. تمام، أنا كنت في المسجد يوم الجمعة. Number two، he was at the hospital yesterday. هو كان في المستشفى أمس. برضو ليه اخترنا was؟ علشان قبلها الضمير مفرد. he يعني هو. تمام. طيب number three، they were at the bookstore. هم كانوا في المتجر الكتب أو هم كانوا في المكتبة. they were at the bookstore. اخترنا where ليه؟ علشان قبلها الضمير they جمع. طيب ندخل على اللي بعده دلوقتي، قسم النيجاتيف. النيجاتيف يعني النفي. طيب فاكرين ال was وال where؟ نطلع فوق كده، ال was وال where أهم، كل اللي هعمله هم هيفضلوا نفسهم بنفس ضمائرهم، بس كل اللي هعمله هزود بعد ال was not وال were هزود برضو بعديها not. تعال نشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. ال was ازود not، ال were ازود not. طيب ليك مطلق الحرية ان انت تكتب سواء باختصار زي الجنب هذا او بدون اختصار. عايز تكتب not كاملة يبقى تكتب ال was بعيد عن ال not وال were بعيد عن ال not. طيب نختصر تبقى wasn't weren't، wasn't weren't، تبقى بالشكل ده. ندخل دلوقتي على examples أمثلة. I wasn't at the mosque yesterday. أنا لم أكن في المسجد أمس. He wasn't at the hospital. هو لم يكن في المستشفى. الجملتين دول مفرد. طيب أنا ليه اخترت هنا wasn't بالنفي؟ ليه؟ علشان اللي قبلها ضمير مفرد. I أنا مفرد، فبتاخد ال was أو ال wasn't. نفس الكلام في الجملة الثانية، ليه اخترت wasn't؟ عشان قبلها الضمير مفرد، he يعني هو. تمام؟ طيب الجملة الثالثة، they weren't at the bookstore yesterday. هم لم يكونوا في المتجر، متجر الكتب أمس أو في محل الكتب أمس. ليه اخترنا ال weren't؟ علشان قبلها الضمير they جمع، they معناها هم. طيب دلوقتي قسم الأخير question، السؤال. كيف تكون السؤال من الجملة؟ أنا جبت لك جملة في البداية أهي، he was at the bank yesterday. هو كان في البنك أمس. هذه جملة حولناها سؤال. كيف؟ شايف ال was؟ طلعتها في البداية. اللي هي نزلتها، يعني عملت كروس مقص. ال was خليتها في البداية، اللي هي خليتها تاني شيء. يبقى was he at the bank yesterday، أصبح السؤال بدل ما كان معناه هو كان في البنك أمس، أصبح معناه هل هو كان في البنك أمس، هل هو كان في البنك أمس. وطبعا السؤال ب was أو where معناته هل، يبقى الإجابة عنه يا إما yes يا إما no. في حالة ال yes هتبقى yes he was أو no he wasn't. طبعا هتقولي ال he جبتها منين؟ من فوق اهي من السؤال، هي نزلت كده، عملت برضو كروس تاني وال was نزلت بعدها. نفس الكلام في حالة النفي. ده كده مثال singular يعني مفرد. ندخل على مثال الجمع، they were at whom last Sunday. They were at whom last Sunday. هم كانوا في المنزل last Sunday، يعني الأحد الماضي. طيب إيش سوينا؟ الـ where طلعتها في البداية،
بعد ما كان الجملة معناها هم كانوا في المنزل الأحد الماضي، يبقى أصبح السؤال معناه هل هم كانوا في المنزل الأحد الماضي؟ هل هم؟ طيب الوير جت في البداية، they نزلتها تاني شيء، عملت كروس طبعا المقص زي ما انتوا شايفين، الأسهم هذه الأسهم للتوضيح فقط. طيب where they at home last Sunday؟ طيب تعال نجيب يا إما مرة yes يا إما no، زي ما قلنا هل كانوا في المنزل الأحد الماضي؟ يا إما نعم يا إما لا. طيب الياس نزل ازاي؟ الوير مقص على طول. النو نفس الكلام مقص، بس طبعا أنا هنا ضفت نوت. هتقولي ليه ضفت نوت؟ ليه؟ علشان في الإجابة نو، في حالة النو بضيف النوت عشان هي إجابة منفية.